billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anillawi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ خلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما
وكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدق الله العظيم.